يعني ايه اقتلاع الفكر؟ انا عارف ان انا مش قد الفكرة اللي ببيتها، لان كل ما ببيتها بصدقها وتزيد علي اكتر. بدليل في واحدة كانت بتحب جوزها، بس من شوية في حاجة مش راضية جواها، مش في حاجة جواها مكسورة من ناحيته. لما ابتدت تفكر في الحاجة دي كل يوم، رفضها مع السنين يزيد لجوزها ولا يقل؟ رفضها يزيد. ليه؟ لأنها بتفكر في العيب كل يوم، فبيكبر ويداري بقية الصفات الحلوة اللي في شخصياته. صح؟ علشان كده دايما الفكرة عاوز اقتلحها، زي ما بنقول في القداس كده: وكل فكر لا يرضي صلاحك يا الله محب البشر فليبعد عنا. لازم أقاوم الفكرة بصرامة، لازم أقاوم الفكرة بصرامة. جالي فكر زوجتي مثلا لما تتجوزوا إن شاء الله، إنها مراتي، جسدي، دمي، عظم من عظم، لحم من لحمي، المسيح قال ما جمعه الله لا يفرقه إنسان، يبقى كل التفكير السلبي البطال ده لازم أقلعه من قلبي، لأن لو استمر هيجي علي يوم هقول أنا مش طايقها. ده جهاد مع النفس، إزاي أقتلع الفكرة من جذورها. ما أنا عارف إن أنا مش قد الفكرة.